خليني ارحب بالاستاذ محمد عبد العال خبير المصرفي. استاذ محمد مساء الخير. الو الو استاذ محمد. طيب نعرف بس ايه العلاقه وهل وارد انه يحصل تحريك؟ قالوا مش تحريك كمان، لا قالوا ده تعويم ثالث او رابع. استاذ محمد مساء الخير. مساء الخير استاذ عزك. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك فندم. استاذ محمد، هل كنت تتوقع انه البنك المركزي يرفع الفايده 2% فقط؟ هو حقيقه الامر ان هو كان المتوقع من كل المتابعين والمراقبين سواء المحليين والداخليين او الخارجيين او الداخليين ان الرفع يكون في حدود 200 الى 300 نقطه اساس. فاتوقع جه الرفع جه متوافق مع متوسط التوقعات العالميه والمحليه برفع 200 نقطه اساس فقط. ده اللي حدث بالظبط. فالتوقع جه مظبوط ومتوافق مع كل التوقعات المحليه والخارجيه. هل الارتفاع اللي حصل لسعر الفايده استاذ محمد بالفعل هو يقدر يواجه التضخم النسبة دي؟ بصي استاذ عزة، حضرتك عارفة السياسات النقدية تقييدية متعددة، في أدوات للسياسة النقدية متعددة، ولجنة السياسة النقدية المنبثقة من البنك المركزي بتفعل آليتها بالتدريج على حسب الأوضاع والظروف. فهي قبل كده رفعت الفايدة في خلال عام من مارس إلى مارس بمقدار 10 نقاط بما فيهم النقطتين الـ200 بتوع أمس. أيوه. بالتدريج كانت بترفع. كمان رفعت نسبة الاحتياط الإلزامي في البنوك، فهي لها أدواتها بتنزل في السوق المفتوح تطرح أسهم وسندات عشان تسحب السيولة. أيوه. فأداة رفع الفايدة هي أحد أهم الأدوات النقدية المشهورة عالميا. نعم. في مقاومة واحتواء التضخم، بس نعم. هي بتاخد وقت شوية طويل لغاية ما تتفاعل مع الأوضاع بالتدريب. يعني ما تتحسش دلوقتي. نعم، لا ما تتحسش أبدا دلوقتي. الدليل إن رفعنا قبل كده في يناير في رفع استثنائي 3%. أيوة. والتضخم ارتفع من 25 إلى 31 إلى 40.3. أيوة. فالمسألة ما هياش مسألة برفع فينزل التضخم، لا. أيوة. لأن في أحداث عالمية ومحلية بتركز التضخم ده، وفي تداعيات احنا ما بنبقاش متوقعينها. يعني كل الأمور الداخلية اللي موجودة سواء فيما يتعلق بسلاسل الإمداد أو حجم السيولة، كل دي عوامل بتأثر، بالإضافة للعوامل الخارجية المتبعة بسبب الأوضاع الجيوسياسية الدولية، الأحداث العالمية. نعم. اللي في القطاع المالي العالمي. نعم. كل دي بتأثر وبتخليكي محطات المقاومة اريا أو ريزيستنس جديدة، بتضطري تعيدي حساباتك وتشوفي هتتصرفي. طيب. ولكن هي خطوة على الطريق بتركز وبتؤكد انتهاج البنك المركزي أو لجنة السياسة النقدية سياسة تقييدية. نعم. شديدة التقييد في المرحلة اللي جاية عشان تحتوي التضخم. تمام. عندي سؤالين. هل تتوقع كل أصحاب بشهادات ال 18% بالنسبة لهم زيادة الفايدة هتبقى الأموال في البنوك على اعتبار أنهم يستفيدوا بسنة أخرى بعائد أكبر؟ هقول لحضرتك وجهة نظري الشخصية. أولاً يعني الفلوس اللي هي مرتده او هترتد من شهادات كان بعائد مميز هتبقى في البنوك، لان لا يوجد مكان امن وكثير مخاطر الا في البنوك، وبالتالي هي تبقى البنوك تحت. البنوك هي زيرو مخاطر. زيرو مخاطر طبعا، ما فيهاش ريسك خالص، يعني انت ضامن حقك ضامن حقك. النظام المصري البنك المركزي بيكفل ودائع المودعين سواء بالنقد الاجنبي أو في الجنيه المصري، ولم يحدث في تاريخ مصر من قبل. أيوه. أن تعثر بنك واحد أو يعني زي ما بتشوف بره في الخارج.
ايوه دي مش عايز نخشى ده ولكن... على التاريخ يعني على مدار تاريخ البنوك المصريه. طبعا ايوه طبعا وانا باكد لك هذا مثلا. نعم نمره 2 انا شايف ان اسعار الودائع والشهادات قصيره الاجل ومتوسطه الاجل شهادات 3 سنوات هي اسعار معقوله الان بالنسبه للوضع الحالي، خصوصا بعد ما بدات مجموعه كبيره من وحدات الجهاز المصرفي خارج المملوكه للدوله يعني شركه البنك الاهلي وبنك مصر القاهره بنوك تعمل اوعيه ادخاريه متميزه جدا وفيها لمسات جديده وابداعات جديده وباسعار تصل الى 20 و20.5%. تمام، فحضرتك شايف انه اصحاب الشهادات هيستفيدوا من هذه الفايده اللي اترفعت امس. ده المواطن، انا يعني كنت حضرتك تقصدي اصحاب الشهادات والمواطنين العاديين. نعم تكلم عن خمس شهادات ولا عندهم فايده. تمام، هيستفيدوا من عمليه رفع الفايده على افتراض ان احنا اتفقنا ان السياسه التقليديه اللي بنرفع بيها اسعار الفايده عشان نواجه التضخم هتنجح في تفعيل اثارها بخفض التضخم دون ربيت. اجل القصير انخفاض التضخم، انخفاض التضخم معناه انخفاض الاسعار. اذا المستهلك النهائي المواطن العادي هيستفيد من رفع اسعار الفايده بغض النظر عن انه هو عنده استثمارات ماليه هيستثمرها في ودائع لما اسعار السلع والخدمات تقل. ايوه لما اسعار السلع والخدمات تقل معناها التضخم بيقل، في علاقه طبيه ما بين معدل التضخم سعر الصرف. طيب سؤالي الثاني بعد اذنك باجابه محدده، هل تتوقع يكون في تحريك لسعر العمله؟ بصي ده يعني مساله التحريك او التعويم الاخر، البنك المركزي اعلن ان هو منتهج بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي ملتزمين بسياسه سعر صرف مرنه يعني السعر بيتحرك وفقا لظروف العرض والطلب هبوطا ونزولا، وبالتالي لا يستطيع اي انسان، انا بقول لك اي انسان من في اعلى سلم ان هو يعرف ان سعر الدولار هيبقى كام الا اذا الارقام قدامنا وبنقول في طلب اكثر من العرض وبالتالي السعر يتعين انه ياخد هاي يرتفع شويه دولار مقابل الجنيه المصري او العكس. تمام، يعني ما حدش يقدر يتوقع خالص. تمام، اما يعني توجهات طبعا بتبقى مسؤوله من لجان الكو في البنوك والانتر بانك ماركت وحجم الطلب المتوقع والسوق الحاضر مع السوق الاجل، كل العوامل دي بتبقى مش ابدا استاذ عزة وحضرتك سالتيني سؤال مهم ان احنا نتاثر بما يجري فيما يسمى السوق المالي. لان السوق المالي ده لا يعني لا يعبر عن احداثيات السوق الفعليه. يعني حضرتك شايف انه مش مفروض نتأثر بسعر السوق الموازي؟ ليه بقى؟ لان انا هقول لحضرتك احنا بنتأثر، هو مش مفروض بس بنتأثر ولا مش بنتأثر؟ لا نتأثر بيه، لا نتأثر اتفاق على ارض الواقع، لان احنا بندفع اعتمادات ب 10 مليار دولار كل شهر استيراد، هل السوق الموازي دي تقدر تدينا حتى مليار دولار في الشهر؟ انت واحد طالع عمره يلاقي 500 دولار ولا 1000 دولار يقول لك السعر بقى 38 37 ده كلام، لكن العبره انك انت تفتح لي اعتمادات وتحول لي اموال بره عشان اصرف بره وافتح بيها اعتماداتي واخلص على البضائع في الجمارك. هي دي الاموال اللي بتحركها الدوله وبتحركها البنوك. تمام، بشكرك للتوضيح، بشكرك استاذ محمد، بشكرك شكرا جزيلا.